السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل ووك ثرو في برنامج الريكورد. ووك ثرو يعني بمشي في المسار كأن انا ماسك كاميرا فيديو وبمشي في المكان او في او حول المبنى، فاجي هنا من جنب المبنى واقول له ووك ثرو وابدا احدد المسار اللي انا همشي فيه. يعني على سبيل المثال خلينا نبدا مثلا في ان انا همشي كده اهو 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 تمام اهو بس كده ابدا احدد المسار بتاعي بشكل ده. طيب الحته دي مش باينه من اولها، فده غالبا فيو رينج، فادوس هنا عشان تبدا تظهر الحاجات كلها. طيب انا عايز بقى اشوف الووك ثرو بتاعي، فهتلاقيه موجود هنا في 3 دي اهو. ووك ثرو تحت خالص اهي، هتعمل تحديد هنا وترجع للوحه بتاعتك فهتلاقي الخط موجود اهو. هنمشي معاه واحده واحده. اول حاجه هنا ده هنا بيجيب لي الفيديو نفسه، فاقدر اقول له ايديت ووك ثرو واحدد مثلا ان انا عايز من اول لقطه واحد لحد 300 تمام. طيب هاجي هنا واقول له بلاي، هيبدا يتحرك زي ما انت شايف. لاحظ ان في الاول ما كانش شايف بقيه المبنى، كان شايف بس حته صغيره دي ليه؟ طيب ادوس سكيب. انا هنا عندي الكاميرا ديت ليها حدود بيشوف منها، لو انت مسكت اخر نقطه دي وبدات تسحب هيقدر يشوف المبنى من اول لقطه، هنا في الاول هنا ما بيشوفش، لما بيتحرك بيبدا يتحرك لحد ما يبدا يشوف الباقي في الصوره. فممكن تعملها كبيره كده بحيث ان هو يبدا يشوف. يعني لو حركتها كده الحته الصغيره ديت ورجعت هنا وقلت له انا عايز اشوف من اول لقطه واعمل بلاي، زي ما انت شايف لسه المبنى ما ظهرش تمام. بعد كده هيبدا يظهر المبنى بتاعي. طيب هقول له سكيب، هقول له يس. لو انت جيت هنا تقدر تحدد ان انت مثلا هتشوف الشدد بالشكل دوت تمام. ولو جيت هنا وكبرتها هيبان معاك بشكل جميل جدا المبنى تمام. طيب من هنا ببدا احرك فريم فريم، نيكست فريم، فريم 2 3 4. هنا بتشوف الفريم الاساسي، انت عندك كذا فريم اساسي اللي هي النقط اللي احنا حددناها ديت، فتقدر تتنقل بينهم بالشكل ده تمام. تقدر تعمل ريسيت للكاميرا بتاعتك لو انت حابب. طيب خلينا نقول له رقم واحد اهيت. ولو جيت عند ال 300 هتقدر تتحكم في سرعه الكاميرا، يعني هو عندك كام فريم؟ 300 فريم، فممكن كلهم يبقوا قد بعض تمام. وتقول له مثلا الفريمز بير سكند، كل ثانيه هتعرف فيها كام فريم، فتقدر تتحكم فيها تخليها 3 تخليها 15 تخليها 300 فريم في ثانيه واحده، بس تبقى سريع جدا. ممكن تقول له لا ده انا عايز اتحكم بقى في كل واحده فيهم تبقى السرعه بتاعتها قد ايه، فتقدر تتحكم في السرعة بتاعتهم تمام؟ تقدر تتحكم في سرعة كل جزء منهم. طيب لو احنا جينا هنا وقلت له هنا ده الأكتف كاميرا ماشي؟ ممكن تقول له بقى نيكست فريم اهوت اهو، وتقدر تتحكم في اتجاه الكاميرا تخليها مثلا تبص الناحية دي، وتقول له النيكست اللي بعديه أنا عايزها تبص الناحية دي. تعالى نشوف هتحصل ازاي تمام؟ أكل الفريم رقم واحد أول فريم بلاي، بيتحرك بيبص يمين وماشي برضه في الطريق بتاعه، وماشي 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 وبيبص شمال تمام. فهمنا الفكره اه. طيب اخرج سكيب يس. طيب لو احنا قلنا له لا طبعا انا عايز ارجع هنا تاني ومش عايز الاكتف، لا ده انا عايز الباص، ده المسار بتاعي اهوت، فتقدر تتحكم في المسار تمام. انا بتحكم ان انا هبدا من هنا وهمشي على هنا، فتقدر تغير المسار اللي انت كنت ماشي فيه بالشكل دوت، فانا اقدر اتحكم في المسار اللي انا ماشي فيه والزاويه اللي انا ببص فيها تمام. وتقدر تقول له انا عايز ازود نقطه، فتروح مزود نقطه هنا. طب لو انا عايز اشيل نقطه ريموف وتشيل نقطه تمام. وتقدر تدخل مثلا هنا في الاليفيشن وتتحكم في النقط ديت، يعني تيجي هنا وتحدد دي وتخش هنا وتشوف النقط دي وتقدر تطلع وتنزل زي ما انت عايز. ادي توك ثرو، انا عايز اكتف كاميرا اهو بدا. طب انا عايز اتحكم في الاكتف كاميرا ولا عايز اتحكم في الباص؟ زي ما انت عايز، تقدر تعليها كده اهو وتقدر تنزلها زي ما انت عايز. فتقدر تعمل لفه حوالين المبنى كل مره هو بيبص في اتجاه. طيب خلينا نشوفها. طبعا حاجه عجيبه ان احنا بنشرح الفكره بس، فهنقول له مثلا احنا عايزين هنا اهو، وريني هتبقى ماشيه ازاي الكاميرا هتبقى ماشيه ازاي. فمرة تطلع ومرة تنزل وهكذا.
ماشي. طيب لو انا عايز اسيف الموضوع ده كفيديو فباجي هنا من فايل واقول له انا عايز اعمل سيف از، عايز اعمل اكسبورت، ومن اكسبورت تروح قايل له انا عايز اعمل ايمجز اند انيميشن وخسرو 200 اختلاط. انت عايز كل الفريمات ولا حبه معينين؟ يعني تقول مثلا من 1 ل 100، لا قول فريم. طب كم فريم في الثانيه تقدر تحدد السرعه بتاعتهم وعلى اساسهم هيبدا ايه يحسبها بيقول لك هيبقى كام ثانيه. يعني لو قلت له مثلا خليهم 10 تمام هتلاقي الرقم مختلف. طيب انت عايز تعمل الريندر على انهي واحده فيهم؟ اقول له مثلا رياليستيك تمام. الدايمنشن الابعاد بتاعه الفيديو بتاعك ممكن تكبرهم او تصغرهم، كل ما تكبر كل ما ياخد مده اطول. عايز تعمل زوم بقد ايه؟ عايز يكتب لك التايم اند ديت هنا، يعني يكتب لك التاريخ والوقت هنا بحيث تعرف ده الساعه كام ولا لا، زي ما تحب. بتقول له اوكي، فبيبدا يصدر لك الملف الفيديو دوت زي ما انت عايز. اي بي اي عايز تصدر صور، وبعد كده بتجمع الصور دي باي برنامج برضه، فاسالك تعملها ايه فاول. وبعد كده ممكن تخش في الاوبشن، هتلاقي نفس الاوبشن او تقول له سيف.